كمبيوتر. طيب أنا اللي عملته دخلت على الموقع، كتبت الـ Radiation Basic Sequence of Exposure، عملت سيرش، طلع معي أول واحد هنا، ضغطت عليه. ممكن أختار اللغة اللي أنا عاوزها، طبعا هندخل بالإنجليزي. حابين تتدربوا، اللي قدر يعمل أكاونت يدخل على العربي، مش قادر هنشتغل الآن على الإنجليش، some translation in Arabic so there is no problem English. بعدين بضغط تحت هنا على الـ e-learning module، وبعدين start the new attempt. إذا أنا عايز أبدأ كمحاولة جديدة هختار السهم كمحاولة جديدة. أنا عندي محاولة سابقة هضغط عليها، هدوس enter. مفروض تنفتح شاشة جديدة. الآن الشاشة الجديدة ما أتوقع ظهر معاكم، ما حصل لها شيرينج، هعمل لها شيرينج الآن. Okay, where is it? Where is it? Where is it? Where is it? Yes, this one, I think. I guess it's appear with you now. ظاهرة معاكم. أنا I will start from the home here. من بداية السيشن بتاع العملي. I complete all the session, even the final test. Introduction. لازم تجي في الانترودكشن هنا نمر على كل الخطوات. هو بيشرح لنا المديول ده عامل كيف. المديول طبعا انا لازم امر على كل هنا بيشرح شرح عام، يعني ممكن تتجاوز النقطه دي بعدين. كيف انتقل بين الصفحات، لانه ذكرت سابقا انه الصفحه ما بيحصل لها اكتيفيشن الا امر على جميع الاجزاء اللي موجوده في الصفحه، وحتى الاجزاء الداخليه اللي موجوده، وزي ما حنشوف نحن اليوم كيف بتحصل معنا. طيب سو هير ذا انتروداكشن وكل التفاصيل اللي جوا. حنبدا نحن عندنا خمسه اجزاء، حنبدا بالجزء الاول اللي هو الراديشن بيزز. حنبدا بالانتروداكشن فيه، بيجينا هيلبر فروم لايب يوضح لنا حدرس انا ايه او حفهم يعني ايه وحشوف العمل ده اللي هو الراديشن بيزز. بعد ما اكمل السب توبيك الاتيه حكون تعرفت على ريكوجنايز كومن تايم اوف، خليني اشوف اذا ممكن استخدم ايوه، هتعرف على ريكوجنايز كومن تايم اوف سورسز اوف راديشن. هقدر اميز بين الانواع المختلفه والمصادر المختلفه المشعه. حقدر to describe a component of the atom، حقدر أوصف مكونات الذرة نفسها، هذا شيء بسيط وتعرفنا عليه في المحاضرات السابقة. أنا identify condition that make an atomic radioactive، والحالة اللي بتخلي الذرة نفسها إيه هي مشعة، وكمان كيف نقدر نوصف الكميات المشعة اللي تعرضنا لها خلال محاضرة اليوم. وآخر حاجة كيف نعرف عمر النص. ده كله وين؟ الجزء الأول فقط. طيب لما نجي على البداية هنا، خلاص عايزين نبدأ. هنعرف هنا في definition مكتوبة عندنا what is radiation and radiation exposure. radiation وسبق انه نحن عرفناه في الجزء النظري. radiation is energy. let me use a pen just a minute. radiation is energy in the form of electromagnetic wave. وهنا ما اتوقع في معلومة جديدة عندكم، عرفنا انه الأشعة هي عبارة عن الطاقة، وهي عبارة عن موجات كهرومغناطيسة مغناطيسية. ممكن نعرفها كمان or particulate matter transmitted through the space or other mediums. We are constantly exposed to low level of radiation from outer space and that the earth environment from medical terminology and even radioactive elements in our own bodies. برغم لو جينا ننظر بنظرة عامة للراديشن نسبيا بنتعرض لجرعه بسيطه جدا، لما نقارنها بالجرعات الاشعاعيه الموجوده في الفضاء الخارجي بجرعات عاليه عاليه جدا. فالجرعات هي اللي بتصل للجسم بفضل ربنا عز وجل، حامينا بالاتموسفير بالغلاف الجوي. لو ما هو كان في مجموعه كبيره هائله جدا من الراديشن قدرت تصل للارض. Some consumers product also contain small amount of man-made or natural occurring radioactive materials. حقيقة وزي ما عرفتوا انه في بعض العناصر الموجودة في الطبيعة بفعل او بصنع الانسان نفسه ممكن نشاط الاشعاعي يبقى عالي جدا. We
may also encounter radioactive material that are used in various industrial, medical, agriculture, and radiation and research application. وده ذكرناه لما قلنا الايزوتوبس اللي ابلكيشن مختلف اذا كانت في الصناعه او في الطب او في الزراعه او في البحوث. لكن طبعا احنا هنا في دراساتنا كلها بنستهدف ما يخص المجال الطبي. هعمل نيكست من السهم تحت، همشي للتايم اوف راديشن. كمان ذكرنا في واحده من السلايدز اللي هي في الالكترومغنتيك راديشن لما تكلمنا عليها، الطيف الكهرومغناطيسي، ذكرنا الايونايزد راديشن والنون ايونايزد راديشن. عشان تمر هنا على عشان تقدر تمشي على السهم اللي يتفاعل معك لازم تضغط اثنين. So type of radiation, this is the type of radiation, ionized and non-ionized radiation. وهنا عندي كمان الionized radiation، كمان عندنا أنواع الأشعة تكلمنا عنها، وتكلمنا عن البيتا بارتيكل والألفا بارتيكلز، وتكلمنا عن الإكس راي، وتكلمنا عن الجاما راي. أمثلة للnon-ionized radiation عندنا الضوء الطبيعي العادي الفيزيبل، الضوء المرئي الفيزيبل لايت، الانفرا راديشن، الراديو اند تلفزيون، الرادار سيستم، الموبايل فون، الالترا ساوند، الام ار اي، دي كلها أمثلة للnon-ionized radiation. اوكي طيب so neither we conclude in that and not all radiation is harmful. Radiation can be used to make our life better and safer. يمكن قبل دقائق نحن نتكلم على إنه radiation is like fire. يعني we can use it، ممكن نستخدمها لحاجة نستفيد منها وتخلي حياتنا أفضل بدليل إنه استخدمناها لعلاج الكانسر نفسه. لكن some radiation also can be dangerous. The reminder that of this module will be provide you with information to help you to understand the relative risk of radiation exposure, the biological effect of exposure. كمان حنشوف الآثار البيولوجية للأشعة وكيف نحمي أنفسنا من التعرض للأشعة. طيب حنمشي لل ده، هنا عندنا كويز ممكن تتمرن عليه الآن. ساعدوني الآن، مفروض أعمل دراج من دوائر التحت وأضعها في الأينايز. So help me. Infrared. توافقوا؟ لا. لا. X-ray. Yes. 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 Microwave. No. 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 Radio wave. No. لا. No. Yes. 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 Summit. أحسنت. So this is correct, and we can then press next. Here. ده الكومبوننت اوف اتومز، يمكن دي ذكرتها في اول محاضره وهو شيء بسيط ومعروف عندنا لكن ارتبطت به تفاصيل كثيره شفتوها خلال المحاضره السابقه. النيوكليوس دائما كونسيست اوف بروتون وذ بوزيتيف تشارج، ممكن نضغط هنا ضغطه توضح لنا الكلام ده. سو ذا نيوكليوس اوف اتوم كونتين بوزيتيفلي تشارج بروتون اند نيوترون ذات هاف نو الكتريكال تشارج. دائما النيوترونات متعادله الشحنه، البروتونات والنيوترون هاف ابروكسيميتلي دائما same mass. طيب ماذا عن الالكترونات؟ الالكترونات an atom also contain a negatively charged electron which orbit the nucleus، وبتدور في مدارات حول النواة. والالكترون are much smaller، وذكرت الكلام ده في المحاضرة انه دائما الالكترونات بتكون اقل حجما او عفوا كتلة مقارنة بالبروتونات ومع النيوترونات كمان. وبيصل الفرق بين الالكترون والبروتون حوالي واحد على 1800 مره ماس اوف بروتون اور نيوترون. وده ذكرنا انه هو عباره عن ال 1 اتوميك ماس يونت، اصلا هو اصلا بيساوي لي واحد على 1800، وعرفنا من وين جاتنا القيمه بتاعت ال 1800 مره. طيب سو ليتس جو مور فورورد. الهيدروجين والهيليوم، احنا شفنا انه الهيليوم اللي هو عباره عن الجسيم الالفا، الهيدروجين ده من ابسط الاحوال اللي موجوده في الطبيعه لانها consists of just one proton and one electron. So here an example of structure of elements of hydrogen and helium. ومن الهيليوم لما نيجي نشوف بنلاقي two proton and two neutron and two electron. And the next, so here this is a hydrogen, a simple element hydrogen contains just a one proton in the nucleus and one electron in the orbit of the nucleus. So this is the hydrogen, أبسط أنواع الذرات. لما نيجي للهيليوم، الهيليوم consists of two proton and two neutron in the nucleus. كمان عندنا two electron في الأوربيتينج
the nucleus. Protons, a proton here, the number of protons in the nucleus of the atom is called diamond atomic number. وعرفنا الاتوميك نمبر وخدنا عليه اشكال مختلفه. اليونيك كاركترستيك ده الهيليوم وده الهيدروجين. Number of proton in the atom given element, it is a unique characteristic and it is denoted by symbol Z. وده الرقم الذري. So الهيدروجين Z بيساوي لنا واحد والهيليوم Z بيساوي لنا اثنين. وده الرقم تقريبا اذا ذكرت كانت كويسه في رقم ازرق وفي رقم الاخضر كان لعدد النيوترونات على الجزء اليمين. هنا تقريبا الرقم باللون كان الازرق او الاحمر مش فاكر حقيقه لكن تعرضنا للتفاصيل دي. النيوترونز النمبر اوف نيوترون ان ذا نيوكليس دينوتد باي سمبل ان والاتوميك ماس نمبر اللي هو عباره عن السميشن دائما السميشن بين عدد النيوترونات وعدد البروتونات. سو A equal always N زائد Z. By this we finish from 1.6 الجزء ده راديشن. اوكي هنا عندنا لو تتذكروا لما تكلمنا على جروبت اوف elements قلنا ممكن تكون في شكل ايزوبوبس او في شكل ايزوبارز او واكثرها شيوعا عن الايزوبوبس. ده مثال لمجموعه بتاعت ايزوبوبس. هنا عندي الهيدروجين 1 والهيدروجين 2 والايزوبوبس هيدروجين 3. So in hydrogen 1 عندي just one proton and one electron. In hydrogen 2 عندي one proton and one neutron. So وكمان عندي برا هناك عندي الكترون واحد ده الدريتريوم. وعندي هنا تريتيوم عندي الاتوميك ماس نمبر هو عباره عن ثلاثه لانه انا عندي one proton and two neutron. اوكي okay. طيب لما نمشي كمان قدام النيوكلير ديكي كيف بيحصل النيوكلير ديكي؟ اليوم بدايه المحاضره كنا بنتكلم عن الامر ده الانستيبل نيوكلس تكلمنا عليها كولد ريدي نيوكلاي كونتيننج exceeded energy which must be released in order to become stable. This release of exceeded energy is called nuclear decay or nuclear transformation. The term radioactive refers to unstable nuclei. طيب الامر اللي تكلمنا عنه برضه ببعض التفصيل لما ذكرنا انه النواه بالداخل بتحتوي على بروتونات ونيوترونات وعددها لما ما يكون متساوي بيحصل ان تطرد كل العدد الزائد منها بشكل الفا او بيتا ديكي. لكن هنا الجزء ده في الديكي تكلمنا عليه اليوم الصباح لما تكلمنا انه اذا انا عندي بوكس والبوكس ده في مجموعه من الذرات والذرات دي بيحصل لها نيوكلير ترانسفورميشن بير يونت تايم لما بنسميه نيوكلير ديكي لحد ما تصل للذره كامل عفوا العينه كامله للاستقرار. نشوف الكويز ده مع بعض عن الاتوميك ستراكشر عن التركيب الذري. السؤال بيقول في الكويز ده which part of an atom contribute to its atomic mass number. عاوزين نجيب ما هو البروتون بروتون صح؟ نعم بروتون ومين؟ نيوترون بروتون ونيوترون. زملائكم قالوا بروتون ونيوترون they are contribute to its atomic mass number and let's see الإجابة correct. أحسنتوا. طيب نمشي كمان لقدام. So we are going here to define radioactivity اللي تكلمنا عليها اليوم which is a process by which unstable atom transfer to stable atom by releasing energetic particle and energy. وعرفنا radioactivity ده بالمناسبة الشكل اللي دائما بنستخدمه في الكوشن أو التحذيرات هو ملصق دائما بنستعين فيه نحذر عن أنه وجود مادة مشعة. الانرجي could be released in different forms. Could be released زي ما شفنا in the three form of the decay. Could be in the form of helium alpha particle or electron beta particle or in gamma form. الاتوميك ترانسفورميشن ده بيحصل لما يتحول عندي في النهايه مثال السيريز بتاعت اليورانيوم 238 وتبدا تتحلل بواسطه الالفا ديكي هيليوم مثلا وتديني عنصر اخر زي الثوريوم 234 او ماده ثانيه او عنصر اخر والعنصر ده نفسه يتحلل بعد فتره يدينا يتحلل بطاقه مختلفه ويدينا عنصر اخر.
اوكي دكتور عندي سؤال. yes. عذرا انقطع، بس هل هذا كله من ضمن الانترودكشن ولا لا احنا قاعدين ننتقل؟ لا احنا قاعدين نتكلم في الجزء الاول الراديشن بيزز، قربنا نخلص منه، بننتقل بعديه لبقينا اربع اجزاء ثانيه نامل انه نقدر نخلصها اليوم ان شاء الله. اوكي الديكي سيريز دي ما حتكلم عليه كثير، لكن هنا بيظهر معنا مثلا اليورانيوم 238 سيريز اللي ابتدت تدينا الثيريوم 234، بعدين البي اي 234، ترجع مره ثانيه يورانيوم 234 وتصل معنا لحد الار ان 222، وبيستمر معنا في التحلل كمان لحد ما يصل اليورانيوم 238 بعد آلاف آلاف الآلاف وعشرات آلاف السنوات إلى الرصاص 206. أوكي؟ طيب كلهم طبعا التحليلات اللي شفناها قبل شوية دي كلها بتبدأ بديكي والفا. أوكي؟ الكوانتيتي اوف راديو اكتيف ماتيريال اند يونت اوف راديو اكتيفيتي برضه تكلمنا عليها اليوم، تكلمنا على الريت اوف ديكي. الريت اوف ديكي one way of characteristic of isotopes radioactivity is by the frequency of rate of decay. الاكتيفيتي نفسها او النشاط الاشعاعي اتكلمنا كمان عليه، هو عدد الذرات المشعه اللي بيحصل لها nuclear transformation per unit time. وعرفنا انه ممكن اعبر عنه بكميتين، الكميه الاولى ممكن تكون الكوري ودي الاولد وهي كبيره، والوحده الجديده او اللي بتستخدم بجانب الوحده القديمه اللي هي البيكرل وهي وحده اصغر. فيها معلومه جديده هنا حناخدها اللي هي اسمها السبيسيفيك اكتيفيتي، والسبيسيفيك اكتيفيتي هي سمبلي انه انا اقسم الاكتيفيتي على الكتله بتاعتي. هستفيد منها ايه السبيسيفيك اكتيفيتي؟ هحصل على قيمه. انا بتهمنا دائما السبيسيفيك اكتيفيتي انه نعرف انا عندي مصدر هنا الاشعاع مثلا، رغم انه كتلته بسيطه لكن نشاطه الاشعاعي كبير. فدي العلاقه بين الاكتيفيتي وبين الماس اللي هي او ما يعرف بالسبيسيفيك اكتيفيتي. طيب نعمل اوكي. الايزوتوبس تعرضنا برضه لمجموعه بتاعت ايزوتوبس، هنا مجموعه اخرى من الايزوتوبس تستخدم في المجال الطبي بشكل عام، مش في النيوكليير ميديسن، في المجال الطبي بشكل عام. زي الاميرشام 200 201 60 والسترونشام 90 والبلوتونيوم 239 واليورانيوم 238، كل واحد جنبه السبيسيفيك اكتيفيتي بتاعته. بنلاحظ ان السبيسيفيك بتاعته مثلا في الاميرشام شويه منخفضه، ما زي الكوبل 60 السبيسيفيك اكتيفيتي بتاعته عاليه، فده يمكن يميز الكوبل 60 مقارنه بالنظائر الثانيه. طيب خلينا ناخذ الكويز ده. The becquerel is the standard international unit of activity of radionuclei. How many decay per second in this equivalence? عاوزين إجابة واحدة. A B C D. A B C D. A. 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 دائما البكرل بيساوي لنا 1 decay per second. Excellent. نمشي على عمر النص. عمر النص عرفناه قبل شوية، ما هعيد تعريفه عشان ما نضيع في زمننا. لكن لو جانا كيرف زي ليا وبنحاول، خلينا بدل الماس هنا، بدل الماس هنا خلينا نكتب النمبر اوف اتوم. اذا كان عندي النمبر اوف اتوم ذس اكسبرس الواي هنا اكسس اكسبرس النمبر اوف اتوم، وهنا عندي الزمن الفعلي ليتس سي 2 4 5 6 8 and here 8. Okay. حابين نعرف كيف نحسب عمر النص من الكيرف. الكيرف ده انا لما جيت عرفت عمر النص وقلت عمر النص هو الزمن اللازم كي تقيل عدد الذرات الى النص، فحشوف عدد الذرات هنا. انا عايز احسب عمر النص، نصها كم؟ طلع نصها 5. اوكي نصها 5، نص عدد الذرات. حشوف هنا ايكويفالنت لزمن قد ايه؟ ايكويفالنت ل 2. يبقى عمر النص من الكيرف ده بيطلع معانا 2، ومن الـ definition of the half life. طيب let's go more forward. الـ decay rate هنا عندي كمان مجموعة بتاعت الـ half life، وعندي مع الـ isotopes زي اليود 131 وعمره قلنا 8 أيام مقارنة مع الفسفور 14 الكوبر 60 5.3 years. يبقى بتختلف عندنا الـ half life على حسب الـ isotopes. الرادون ديكي تشين
بيبدا الردن 222 بالدين الكليني 218 وبينتهي بالرصاص 210 قبل ما يبدا البي اي 210. الردن 222 عمره قصير نسبيا، عمره 3.8 يوم، let's say 4 day. الكلينيوم 218 دقيقة عمره 3 دقائق مقارنة بعمر الردن. لما نيجي للليد الرصاص 214 حنلقاه عمره أصغر 26 دقيقة. اللي بعديه البيزميوث 214 حنلقاه 19 دقيقة تقريبا أو 20 دقيقة. البلونيوم 214.16 ملي سكند أصغر منهم كلهم. ولما نيجي للرصاص 210 وهي ريلي اكتف مازل الرصاص 206 ده عمره 22 سنة. هي سلسلة طويلة جدا بس حبينا نوريكم الأعمار خلال المرحلة دي كلها تمشي كيف. أو عايز يدينا كويز في الجزء الأول عشان نخلص كويز 1. Okay, complete the following statement. High frequency radiation. هتحلوا انتوا، انا ما هحل. انا بقرا السؤال. Has enough energy to liberate electron from the atom that it is interact with unknown as microwave ولا background radiation ولا ionizing radiation ولا non-ionizing radiation. ها؟ C. Ionizing radiation. Okay, submit. ما بدينا الإجابة، بدينا المجموعة بعدين الإجابات. Okay, this is the quiz, the final بتاع number one. يلا عايزين نعمل drag هنا. نبدأ بالجزء اللي على اليمين ده. ده إيه الفلوس؟ بروتون. على الفوق هنا نيوترون. والتحت هنا إلكترون. نمشي السؤال اللي بعدي. Complete the following statement. An unstable atom with exceed energy to release is said to be one answer charged, ionized, uncharged, radioactive. Okay. The rate at which isotopes decay is called what? Fission, activity, half-life, ionization. C. Half-life. Okay. B. Assume that you are in laboratory environment working with isotopes X. انت قاعد في معمل شغال لك مع نظير اسمه X. عمره خمس دقائق. 5 minutes. When you began your observation, there are 10,000 atoms. لما بديت انت لاحظ في العنصر ده لقيت انه عندك 10,000 ذرة في العنصر X في العين بتاعتك. You wait 10 minutes. انت صرت 10 دقائق. And take another observation. شوف الملاحظة التالية. How many atoms of isotopes X would you expect to be present? One answer. C. After 10 minutes. Okay. لأنه ما شاء عندنا 2 half-lifetime. أحسنت. And عندنا 5 minutes. يبقى 2 half-lifetime. Let's see. This should be correct. اوكي كل اجاباتكم صح باستثناء السؤال الرابع. Activity. Yes, you're right. I press repeat again. No, I don't need to repeat again. I will go to session الثاني اللي هو ال ionized radiation introduction. هنا حناخد ايه في ال introduction الجزء الثاني ده؟ حناخد طبعا identifying the type of ionizing radiation. كيف نعرف الأنواع بتاعت الأشعة المعينة وكيف نفرق بين natural and artificial sources. طيب خلينا نبدأ. So we have an ionizing radiation like ultraviolet, visible light, radio wave, power light. So non-ionized radiation is compared with of a low energy electromagnetic wave such as light, radio, television, wave, microwave, ultrasound, MRI, blah blah blah. And when these waves interact with the matter, they don't impart enough energy to remove electron from the orbit of the electron. ما تقدر تخليه يتأين. ما تقدر تطلع الالكترون من برا الاوربت بتاعه. عكس الايونيزد راديشن. ايونيزد راديشن is comprised of higher energy electromagnetic wave such as a gamma and X-ray and heavy particle alpha, beta, neutron or a neutron.
that have enough energy to pull an electron from orbit of an atom to interact with. عشان كده بيبدأ يتعين. So let's go more forward. The type of ionizing radiation, let's discuss ionizing radiation in more detail. Ionizing radiation is a high frequency radiation that has enough energy to liberate electrons from atom with which it interacts, producing ions. ده شيء مفرغ منه اتكلمنا عليه. Some of us, the type of ionizing radiation, alpha particle, beta particle, دي كلها من انواع الاشعه المعينه. البوزيترون، الأشعة جاما، أشعة إكس، نيوترونات، كلها أشعة معينة بالرغم من النيوترونات عندها تعيين غير مباشر لكن بنصنفها من ضمن الأشعة المعينة. الألفا بارتكل تحدثنا عنها حديث أعتقد أكبر من الموجود هنا وإن هي عبارة عن هيليوم. Also alpha particle have an electrical charge of a tube and they have a short range at air. ما يتجاوز 2 to 5 centimeters. How are alpha particles shielded? كيف ممكن نحمي نفسنا من الالفا بارتيكل؟ ممكن يكون على مسافة بعيدة منا أو ممكن استخدم فقط قطعة piece of papers. Effect of exposure to alpha particle. ما هي الأثر الناتج عن التعرض لجسيمة الالفا بارتيكل؟ Alpha particle emit radionuclide collide do not represent a significant external exposure hazard. ما عليها خطر عالي. However, this is not true for inhalation or ingestion of alpha emitted radionuclide. طبعا الامر ده بيختلف تماما لو انا استنشقت جزيئات الفا او ابتلعتها في النهايه دخلت جوا الكونتامينيشن هنا هيكون او الهزر بتاعه اعلى. طيب بالنسبه لجسيمات بيتا وبيتي قلنا الكترونات يا اما تبقى بوزيتيف او نيجاتيف وخدنا البيتا ماينس والبيتا بلس وخدنا معاهم كمان الالكترون كابتشر النوع الثالث. How are beta particles shielded؟ كيف ممكن نحمي نفسنا؟ يعني قلنا زي ما ذكرنا سابقا قطعة بلاستيك أو قطعة بتاعت ألمنيوم أو كلاس دي مناسبة جدا لأنه تحمينا من جسيمات ألفا. ما هو الأثر اللي ممكن ينتج بالتعرض لألفا سوري بيتا هير؟ زي ما الأمر بالنسبة لبيتا هو نفس الأمر بالنسبة لألفا لأنه من الاثنين مداهم ما بيصل المدى البعيد بتاع جسيمات جاما ولا الاكس راي. سو كمان البيتا بارتكل خطورتها بتزيد مع الانجستشن او الانهيليشن. سو بيتا امتر كان بي انترنال اكسبوزد هازارد. اشعه جاما اختراق اعلى is a high energy photon emitted from inside an unstable nucleus as a result of emission of alpha or beta particles. How is gamma radiation shielded? كيف من الريحة؟ أكيد أنا هستخدم الستيل أو استخدم الليد. طيب أثر الضرر للتعرض من أشعة جاما. Gamma can therefore deliver a significant dose to the internal organ as a result of exposure to source. نسبة الجرعة فيها تكون عالية جدا لأنه نفادية عالية. وما زي الألف زي الألفا والبيتا have a short range. لا. So gamma are the result of atom releasing seed energy after the emission of charged particle alpha or beta. طيب الاكس-ray بتتشابه مع الجاما عندها high energy photon but originate لكن أصلها ما جاي من النواة. جاي من وين؟ جاي من عفوا ما جاي من الإلكترونات زي ال ما جاي من النواة زي ال زي ال زي الجاما. لا هنا الاكس راي بتجينا من وين؟ من outside the nucleus. جاي يعني من التفاعل مع الالكترونات. So otherwise الاكس راي we have an interact with the matter identical to gamma ray. Like gamma ray x ray are massless charges ما عندها كتلة able to travel a hundred of a meter through the air. عندها قدرة تنتقل مئات الأمتار خلال المجرى. Able easily to penetrate the matter. بسهولة ممكن تخترق المادة and able to into absence of shielding by a dense material deliver a significant dose to the internal organs. توصل جرعة عالية جدا للأعضاء. النيوترون راديشن النيوترون
النيوترون دائما قلنا هو متعادل الشحنة، بنصنفه كأشعة معينة برغم انه ما بيحصل له تأين مباشر. النيوترون دائما emit by unstable nucleus generally during atomic fission or nuclear fission، ما بنلقاه بسهولة في الطبيعة إلا في المفاعلات نقدر نطلع من خلال الشين اللي تكلمنا عليها بتاعت التفاعل اللي بتحصل مع اليورانيوم. النيوترون have approximately the same mass as the proton، كتلة قريبة جدا من كتلة البروتون، but electrically شحنة مختلفة، هو متعادل البروتون شحنة موجب. عشان كده هنشوف لي قدام في الام ار اي انه كيف استفدنا من شحنة البروتون. So because they carry no charge، عشان النيوترونات ما عندها شحنة، don't interact directly with a negatively charged electron orbit the nucleus or positive charged proton with the nucleus. عشان كده ما حيتفاعلوا لي مع الالكترونات اللي جوا النواة ولا مع البروتونات. If the neutron is absorbed by the nucleus، حصل امتصاص للنيوترون داخل النواة، it can change the composition of the atom، ممكن تغير لي ال composition بتاع الذرة نفسها، which result in an unstable nucleus. حتغير لي الذرة، ممكن تبقى من stable تبقى unstable، أو ما يحصل من خلال الفيجن أو السبليتنج بتاع الذرة. How is neutron radiation shielding؟ كيف ممكن ندرحها؟ تكلمنا عليها إنه أنا محتاج قبل ما ندرحها إنه أهدي سرعتها من استخدام الواكس. ممكن استخدم كمان حاجات تانية زي أي ماتيريال فيها هيدروجين عادي، يعني الواكس ده فيه هيدروجين عالي ممكن استخدم البوتش بدل الواكس، ممكن استخدم الاويل، ممكن استخدم بارفين. في النهايه انا بحتاج انه اهديها شويه وبعدين اعمل لها شيلدنج بالرصاص. effect of the exposure to neutron، النيوترون are indirectly ionized، دي قاعده اتفقنا عليها لانها متعادله، لكن ما هو الاثر اللي حتسببه في الجسم؟ طيب اذا هي ما حتأين لجزيئات المو. when neutron interact with matter or a tissue، they can result in the emission of a beta and gamma radiation. ودي المشكلة هنا، هي ما حتسبب لي تأين مباشر لما تسقط على جسمي. انت بتقول لي هي متعادلة الشحنة، يبقى ما حتأين. ايوه صح ما حتأين، لكن حتدينا انبعاث الجسمات البيتا والجاما راديشن، وبالتالي الهزر بيكون منهم هم، من البيتا ومن الجاما. طيب a distance of X-ray، ناخذ الاكسرسايز ده أو الكويز ده، how far can X-ray travel in air؟ ها إجابة سريعة. سيدي 300 meters summit، yes right. طيب a type decay and radon chain، type of decay and radon chain. Using our previous example for radon، we will not take at the time of radiation emit the various isotopes in the decay chain eventually transform to stable mean in الرصاص 206.1. ده بالنسبة الالفا بارتيكل emission، قلنا دائما السلاسل دي بتبدأ بالemission بتاع الالفا. So the series of decay، اليورانيوم 238 دائما transform into radon 222. This then transform into بلينيوم 218. انا ما حمشي خلال السيريز دي وابدا اشرح، لكن هو بيعكس فقط ما يحدث في هذه السلسله من خلال الاميشن اوف بيتا بارتكل. بيتا شوف هنا على مثال البيتا، البيتا بيبدا معنا من الثوريوم 238 والبراكتينيوم 234، بيصل في الليد 214 بنلقى فيه اميشن للبيتا بارتكل. المحول عندكم باللون الازرق ده البيتا بارتكل. الستيبل ايزوتوبس في السيريز دي كلها هو الليد 206، اوكي؟ اللي بينتهي فيه ستوب. So what are two of material which can shield the beta particle؟ هل thick material paper paraffin الالمنيوم؟ ها بسرعه do need to answer. Yes thick material. Beta particle. Thick material دكتور. Thick material ها ثاني. Also aluminium. Summit. Correct. Excellent. طيب a natural and artificial radiation، يعني بنفرق بينهم الاثنين وتحدثنا عنهم. So natural source of ionizing radiation include the cosmic radiation، الأشعة الكونية اللي تكلمنا عليها، الجاما radiation from building material،
إما من الكونكريت إما من الحديد اللي موجود عفوا في الخرسانة نفسها الموجودة في المباني on the ground. An internal radiation exposure is a radioactive material in our duct. والراتون جاس اللي موجود في المباني برضو أو في البيئة بشكل عام. الارتفيشال أو المان-ميد سورس هي نعمة فالفاوت from a nuclear weapon testing discharging of radioactive waste from the nuclear industry أو من الميديكال X-ray. دي كلها applications أو sources مختلفة من المان-ميد. سؤال هنا, a construction worker was assigned a contract working undergoing on tunneling project. During his time for the project there, he was exposed to elevate the concentration of radon emanating from soil. In this example of a natural or artificial radiation? Natural. Excellent. A patient received a medical X-ray to diagnose an illness. The example, natural or artificial? Artificial. طيب نبدأ الكويز بتاع الثاني. Begin. يلا جاوبوا لي. What the following is not from ionizing radiation? Microwave. Yes. What of the following are artificial form of ionizing radiation? X-ray. X-ray. Building material. Eh? Bubbling. Building material. Okay. A wrong answer for question two. طيب subtopic summary مش محتاجين للsummary مش محتاجين للconclusion هندخل على part 3 طوالي. In part 3 هنا همر على radiation effect and risk of exposure. Exposure to radiation can generally be broken down by how exposure occurs. So external radiation exposure تعرض الخارجي occur يحدث when radioactive source is outside of the body and irradiate the body from outside. لما يكون المصدر خارج جسمنا ده بنسميه external radiation exposure. والinternal radiation exposure ده العكس لما يكون المصدر ingested or inhaled or absorbed or injected. So external radiation exposure, the risk arising from exposure to vein diamond and a type of radiation an individual is exposed to. Alpha radiation generally does not penetrate the outer layer of the skin. However, alpha emitting radionuclei can enter the bloodstream through open cut on the skin causing an internal radiation exposure. بالنسبة للبيتا راديشن بنتريت مور ذان الفا لكن في النهاية الاثنين برضو الرينج بتاعهم شورت كومبيرينج بين الاكس راي والجاما but still not very penetrating as I said it does not pose a risk of exposure to internal organ and the energy of beta particle is completely deposited in the skin however it does pose a risk to the skin and lenses of the eyes. A high dose of beta radiation to the skin can cause a burn similar to sunburn. The gamma and X-ray and neutrons, the gamma will X-ray with neutron, دايماً الاختراق بتاعهم أعلى والإكسترنال radiation from one of these sources result in a dose to internal organs. The source بتاعت external radiation, understanding the external radiation source can help you take the necessary precaution to avoid unnecessary exposure. Radiation generator. Radiation generated هنا بنقصد الفوتون electron beam delivery system, الX-ray machine, linear accelerator with المعجلات الخطية اللي بنستخدمها في العلاج بتاع الأورام إذا كانت حميدة أو خبيثة بناين
أو malignant radiotherapy، وعندنا كمان النيوترون جنريتر، كلها أنواع مختلفة بتولد الأشعة بشكل عام. السيلد سورس، المصادر المغلقة، المصادر المغلقة with high energy activity دائما بتستخدم في الميديكال والكوميريكال اكتيفيتي. These sources as typically أغلبها في حقيقة gamma ray hazard and require a shielding to prevent exposure to the operator or personnel in the vicinity. طبعا المصادر المغلقة دي من استخداماتها التجارية أيضا، يستخدموها في الزراعة، تستخدم في الصناعة، تستخدم في حاجة بنسميها الـ NDT. الـ NDT اللي هو Non-Destructive Test، الاختبارات الغير ائتلافية. الاختبارات دي بتكون اختبارات ممكن مثال لها في مجال البترول مثلا، عايزين يعملوا تشيك يشوفوا بعض البايبس ما حصل فيها كراك، ما حصل فيها كسر، يقوموا يصوروها بواسطة النوع ده من السيلد سورسز. اوكي. Uncontained open source diamond are spill of radioactive material يتوقع منها كده، or unsealed source such as those used in laboratory أو في nuclear medicine ممكن يحصل، أو في natural occurring radioactive material. Example including in nuclear fuel cycle and pipe scale in the oil and gas industry. Uncontained open sources can pose a risk of exposure if radioactive source required shielding greater than shielding provided by the container they are in. Also contain the radiation can penetrate the container and pose a hazard to people. Okay, I guess we finish from this. Let's go to the next. Yes. هنا سؤال. يلا ورونا بعد كده شو بعد. How penetrating are the different types of radiation? Put them in the correct order. The most penetrating هضع مين هنا؟ بيتا ولا جاما ولا الفا؟ بسرعة 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 عشان نخلص. جاما. 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 Okay. جاما. Less. بيتا. بيتا. Less. Then الفا. Yes, correct. Right. نمشي للي بعدي. اللي بعدي internal radiation exposure. دائما intake of radioactive material may occur through ingestion. Yeah, بلعها يا inhalation يا transfer across the skin such through a cut or by absorption. الدينجر الخطر من الريسك بتاع الالفا انه الانترنال اكسبوجر زي ما ذكرنا، و because of the energy of the alpha particle be deposited within the tissue. الcontinuous risk unlike external irradiation. الاكسترنال راديشن ممكن نعمله دي كونتامينيشن نزيل وخلاص، لكن العكس دي once radio ionized is taken through the body it will continue irradiate to the body tissue until لحد ما يحصل لها ديكي وتبقى ستيبل او السيستم بتاع الجسم يتخلص منها. الاكسترنال اور انترنال راديشن اكسبوجر this well بيقول are the option below example of external radiation ولا مثال هي للinternal radiation exposure. الinternal ورونا internal eating contain contaminated food internal ولا external؟ internal exposed to unshielded gamma source internal ولا external؟ external undergoing chest x-ray external ولا internal؟ internal external سمعنا صوتين external عشان كده هنا انا ما بحط على مزاجي على كيفكم انتم breathing contaminated dust internal هذه internal صمت right. طيب ionizing of human cell تأين الخلايا في جسم الانسان. اوكي تأين الخلايا، تأين الخلايا عندنا طبعا الألفا ده سؤال هنا what type of radiation would be most damaging the following internal contamination by radioactive source for example if someone ate contaminated food إذا واحد أكل له أكل أو طعام ملوث إشعاعيا طبعا فأخطرهم مين حيكون هل الجاما ولا ألفا ولا بيتا ولا أي واحد فيهم الأخطر جاما جاما
ألفا ألفا جاما في مجموعة بتقول ألفا 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 يا ريت سؤال ألفا بس أكيد مش جاما يا ألفا يا بيتا صح؟ أيوه أيوه طيب هي ألفا أوكي طيب الدوزز الدوزز of radiation occur when radiation energy is deposited in this tissue of a person body the more energy that deposited in the body the higher the dose this exposure can be form of an external source that irradiate the whole body extremity الأطراف or other organ or tissue resulting on an external radiation dose alternatively and internally deposited radioactive material may cause an internal radiation dose to the whole body and organ or tissue. طيب تحدثت أنا في الأمر ده بشكل جيد هذه المحاضرة فحتجاوز الكثير عنه لأنه repetition absorbed doses amount of energy deposited in the body per unit mass والوحدة بتاعته gray الوحدة القديمة جول per kilogram الإكوبيلنت دوز اللي بنعبر عنها بالسيفرت نسبة للعالم برود سيفرت وتكلمنا عنه المفروض أضربها في radiation weighting factor عشان لأنه not all type of radiation might seem biological damage. Time of exposure there are two type of exposure and then an acute exposure and chronic exposure. An acute exposure is a radiation dose delivered once or very infrequently in a short period. Well, chronic exposure is a radiation exposure that occur over a long period of a time. الأكيوت لو وقفنا على إجابات الأسئلة ما حنخلص له تفضلي. لا لا عندي سؤال خارجي بعد إذنك يعني الآن يا دكتور مو أنت قلت إنه في العملي النهائي بيكون عندنا صورتين وبنكتب كل الكوزات اللي هنا ما هي بصور يعني في صور في ما هي بصور. طيب بجيب لك صورة تانية بعد شوي لما تجيني صورة بنبهك يعني. الدنتال اكس يعني دكتور أنا قصدي إنه في العملي في يعني أسئلة غير الصور. لا لا ما في غير الصور. أوكي تمام شكرا. ما في غير الصور. أي شكل من الأشكال اللي شفتوه قبل شوية ممكن يكون صورة. الدراجز دي ممكن تكون صورة. ما يعني بسيط يعني صور الله ما كتر إلا الصور عندنا. Acute exposure, dental X-ray as an example of acute exposure that result in low radiation. Dental X-ray طبعا بنستخدمها للفحوصات بتاعت طب الأسنان. وهي مثال للأكيوت إكسبوجر ذات ريزلت إن رول راديشن الجرعة اللي بتصل للمريض جرعة بسيطة مقارنة بالجرعة اللي بتصل في الكونفنشنال إكس راي أن إكسيدنت إكسبوجر تو هاي أكتيفيتي راديواكتيف سورس أن إكزامبل بالمقارنة مع الأكيوت إكسبوجر ذات مي ريزلت إن هاي راديشن دوز الهيلث إفكت أوف أكيوت إكسبوجر مي ريزلت إن أبسوربابل هيلث إفكت أرلي ساين إنكلود النوزيا فوميتينج which may followed by hair loss, medical complication, and even death. A chronic exposure over a long period can be either continuous with natural background radiation. Here, مثال chronic continuous exposure that everyone receives. The occupational radiation exposure, ده بنسميه بالنحو ترجمة تقولكم هو التعرض المهني من خلال المهنة بتاعتي getting exposure to radiation. At work on a daily basis. The مثال من الروتين exposure. The health effect of chronic exposure. Chronic exposure can result in small or large radiation doses. A human body repair damage from a small chronic doses may more easily than acute doses. While small chronic doses does not usually result in observable health effect, but there are some health risks associated with the small chronic doses. طيب نقيم معرفتنا an employee at nuclear power عامل شغال في محطة طاقة نووية receive a monthly report بيجي تقرير شهري عن a dose recorded by instrumentation more while work. A reading given and separate, what does this show? هل ده بورينا equivalent dose of radiation? Will the amount of radiation deposited in working body?
Well, the dose of radiation waiting from a specific type of radiation they are well exposed to. Well, the absorbed dose of radiation. The equivalent dose. Equivalent dose of radiation. عاوزين to answer. C, I think so. C, وكمان okay. radiation needed to the specific radiation, right? Right. طيب. الهيلث effect. نجي للهيلث effect. Okay. نحن تكلمنا يمكن عن الديترمينستيك effect. قلنا دائما الديترمينستيك effect مربوطة دائما بالثرشولد محدد. يعني مثال لها أخذنا الإرثيمة وذكرنا الكتراكت قلنا مثال الإرثيمة لما الواحد يأخذ 3 gray of X-ray this is the threshold حيصل له طوالي إيه إرثيمة so this is a deterministic effect عكس الـ deterministic effect مش عارف إذا حيتكلم عليها تاني هنا دي معلومات نفس الأمر يتكرر هايدو أوكي threshold dose here are some examples of deterministic effect an approximately absorbed dose required to cause an effect. A gray stands for a gray, a GY stands for a gray, and is the standard international measurement of the absorbed dose. خلينا نشوف الثرشولد في السكين. الهير لوز انا هاخد مثال واحد وحكتفي فيه، انتوا عاينوا للباقيين، الهير لوز من 5 ل 10 جراي، اوكي؟ خلينا نشوف في الهول بودي دوزز 200 ممكن تموت من التعرض للأشعة ديترمينستيك افكت لما تاخذ اكثر من 10 جرام البلوت كاونت تشينج من كم لكم من 0.25 ل 1.5 جرام اوكي طيب الاستوكاستيك افكت عكس الديترمينستيك تعتمد على البروبابيلتي اكثر من ما عندها لانه ما عندها ثرشولد دوز اوكي So the probability of causing health effect increase as the dose increase. That I'm خلصنا له في الكلام في المحاضرة. The severity of stochastic effect is not related to the dose, and there is no dose above which stochastic effect is certain here. طيب مثال الاستوكاستيك افكت اخذنا اللوكيميا خلينا ناخذ هنا في السؤال ده how would you define the type of exposure كيف ممكن تعرفوا لي أنواع التعرض and its effect in the following scenario. Following an accident with the cesium عندنا حادث حصل مع مصدر مشع بتاع السيزيوم 137 several people were exposed. مجموعة من الناس تعرضت للدوز of radiation. Many report a range of health effect within a few weeks. The worst symptom were experienced by the people who receive the highest dose. طيب وزعوا لي التايب اوف اكسبوجر. كرونيك. كرونيك. ها؟ اكيوت. اكيوت. هيلث افكت طيب. لا هو كرونيك نعمل ريسيت يعني ها ريسيت ها كرونيك كرونيك هو ديترمينستيك والهيلث افكت كرونيك كرونيك يا دكتور الاكسبوجر اللي هي الاكيوت والهيلث افكت اللي هي الاكيوت ايوه والهيلث افكت اللي هي يعني نضيف معاهم الاكيوت ايوه طيب واللي تحت يا دكتور لا لا اللي تحت ديترمينست ايوه تحت ثانيه اللي فوق أكيوت اللي هي أكيوت أها دراج واللي تحت ديترمينستيك واللي تحت ديترمينستيك خلاص كده؟ يب أوريك طيب ريمايند ميجر دوز طيب كوانتيتي أت ريسك ريسك فروم إكسبوجر ستادينج هاف شوينج ذات Every seven of exposure increasing a risk of death by 6% in the population
and the whole and by 4% in the adult population. For example, مثلا, a risk that comes from exposing the adult population to one millisievert is one death. Compare this to the risk of the death while driving in a car. هيكون one death في كل كم في كل ألف حالة. تخيلين حجم الأمر ده عامل كده. Relative risk. Let's look some activity that will resulting in relative risk of a one in a million chance of dying. Smoking 1.4 cigarettes, one cancer. Eating 40 tablespoon of peanut butter, اللي هو بالعربي كده اسمه ايه البتر ده بتاعت البندق نوتيلا اوكي زي النوتيلا كده اوكي 40 تي سبون eating 100 charcoal fried steak كاوشو driving 40 ممكن تجروا باقيها قدامكم يعني بوريك الريسك ان one in million chance of dying in life expectancy لو كانت الاكتيفيتي سموكينج 20 سيجارتس داي بتدخن 20 سيجاره في اليوم الريسك لايف انه تعيش 6 سنوات البينج 15% اوفر ويت تكون 15% زايد من وزنك عندك 2 years اوكي طيب الاوكيبيشنال دوز عندنا الميديكال اكسبوجر هنا بنشوف التعرض المهني من خلال التعرض الطبي انتم شغالين في المجال الطبي اللي بتصلكم حوالي 0.5 من السيرفر اوكي ذا افريج المتوسط قبل انها تزيد او تنقص شويه اوكي لما نقارنها الكلام ده متى يعني 0.5 دي انيوال سنويا من عملية البحوث ممكن يصل لكم حوالي 0.8 من الصفر. Industrial radiography 1.5. الاير كروز الطاقم بتاع الطيران ثرو الكوزميك راديشن من الاشعه الكونيه خلال مرحله الطيران ممكن يصلوا 4 من الصفر. فما تجي يعني تتخيل نفسك انت الوحيد كطبيب اللي ممكن يجيك الريسك بتاع الراديشن. لا في ناس بيعملوا في مجالات ثانيه. بيتعرضوا لجرعات ممكن تكون عادية زي ما شفنا هنا يعني الاير كرو ممكن يصل 4 including اليورانيوم المينيمين ممكن يصلوا 6 ممكن يصلهم 6 ملي سم طيب خلينا نمشي اسرع عشان ما باقي لنا وقت كثير نحن عايزين نحاول نخلص 11 ونص مش عارف اذا هنقدر ولا لا باقي لنا 2 سيشن ثاني النيوكلير بلانت sorry, this is a question. Which of these workplaces deliver the highest occupational dose of radiation? أي واحد فيهم ممكن يصل الجرعة أعلى جرعة وين؟ استخلاصات اليورانيوم اليورانيوم ماين ولا سي تي سكانينج ولا نيوكلير بلانت؟ ها؟ يلا 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 يلا. أي إجابة؟ اليورانيوم ماين. Yes, اليورانيوم ماين. الاستخلاص اليورانيوم هنا this is correct. طيب. أوكي هذا نحن خلصنا 3 ولا لسه؟ Yeah, we finished from 3 خلينا نمشي على 4 قلنا 4 و 5 نكون خلصنا اوكي use of radioactive sources and devices the properties of radiation are used in a wide variety of applications احنا بنستفيد فيها من الاشعه عشان نستخدمها في مجالات مختلفه ما بس في الطب ذكرنا في الزراعه والصناعه And most of this application of radioactive material is contained within a sealed source. تطبيقات كثيرة بتكون المصادر مغلقة. The radioactive sources is mounted in a device ممكن يكون موجود في جهاز that provide a shielding يكون محاط عليه shielding من الرصاص and allow a controlled beam of radiation to be used to this purpose. وممكن نتحكم كمان من بالراديشن من خلال كيلومتر معين اقدر اتحكم فيه. الاي دائما بيكون عندها مجموعه بتاعت السيريز يعني عندها الاي نيوكلير سكيورتي سيريز
مثال لها ال LCSS رقم 5 Field Identification of Radioactive Sources and Devices بحدد لنا أنه مصادر الأشعة المختلفة والأجهزة اللي تحتوي على هذه المصادر ومعلومات عنها. لو حابين في وقت الفراغ تطلعوا على بيانات كثيرة فهذا Technical Guide كمعلومات عامة، يعني ما مطالبين، نحن مطالبين فقط بما هو ما يظهر أمامنا. The use of radioactive sources and devices. Over the next few slides, we will look at the following application area for a device that uses radioactive sources. The medical uses a non-medical irradiation of products, the gagging system, the imaging system, the material analysis, miscellaneous uses. نحن هنكتفي يمكن حمر على medical uses device that uses radioactive sources. In the field of medicines for a cancer therapy and blood irradiation as well, there is not something new here. Cancer therapy, طبعاً نحن في cancer therapy نستخدم مصادر cancer therapy ده ممكن يكون really therapy. ممكن يكون external, ممكن يكون internal. The internal ده بنستخدم في اللي هو بنسميه brachytherapy. The brachytherapy بندخل المصدر المشاهد داخل الجسم. نحن في النهاية بنعالج tumor إذا كان زي ما ذكرت قبل شوية إذا كان benign or malignant. حميدة ولا خبيثة بنعالجها بنستخدم المصادر بندخل داخل جسم الإنسان ده إذا كان براكيثيرابي internal therapy أو إذا كان external therapy بنستخدم المصادر خارج جسم الإنسان. ممكن نستخدم linear accelerators، ممكن نستخدم الكوبالت 60 يدينا كوبالت يدينا سوري أشعة جاما بنستخدمها with high dose عندها القدرة إنه تصل and to damage the cancer cell. البلود ايراديشن ما حابب اتكلم عنه اتس اوت اوف يور اوكي خلينا نمر عليه. البلود مي بي تريتد باي ايراديشن كارير ترانس فيوجن باي انهابيت الليمفوكايت بروفلوريشن ذس مينيمايز ذا لايك هولد اوف بروبلم وذ بيشنت ايميون سيستم ان ذا فيوتشرز. Okay, so radioactive device used in medical application are likely to be found in the hospital cancer therapy unit and hospital blood transfusion and blood storage units. Okay, let me go more quickly here. A non-medical transform radiation product. عندنا فيها أمثلة كثيرة زي الاسترلايزيشن العملية بتاعت التعقيم ممكن نستخدم فيها الراديشن. اوكي عندنا أمثلة بتاعت كيف نعرف البروبرتايز اوف ماتيريالز برضه من خلال ماتيريال مي بي تريتد باي راديشن ان اوردر تو تشانج ذير بروبرتايز عشان نقدر نغير الخصائص بتاعت الماتيريال تريتمنت فاسيلتي. انا هاخذ امثله هنا فقط. الماتيريال تريتمنت فاسيلتي هي فاوند ان ذا وايد رينج في المجال الاندستريال الصناعي وده بيشمل الميديكال ديفايس مانيفاكتشرنج اندستري والبرودكت استراليزيشن از ذا تيبيكالي سورس يوز تو تريت ماتيريال باي راديشن هافينج ا هاي انرجي انتنسيتي اوف راديشن اند ار contained within the most bulky field. طيب خلينا نمشي أسرع كمان قدام ناخذ السؤال. The radioactive source are primarily used in a blood irradiation treatment. What are these sources used for? A. A. Right? No, no, C, C. C? Yes. Okay. Right. طيب gagging system following medical and irradiation use the next category device use radioactive source in gagging system would device use a radioactive source used in the field of gagging here a thickness with density level. Okay, ممكن نستعين بالمصادر المشاعدة عشان نقدر نحدد the thickness with density level ده اللي بنسميه ال gagging system. A thickness, I will shift this and I'm going to ask them because it's not related to the medical fees. So we can go to the next. You can drop it from this practical. Imaging system, it is related to medical fee. So we can focus in it. An imaging system, the principal use of radioactive source and devices
For a non-destructive testing, we talked about it before. NDT imaging is in the field of a gamma radiography. Gamma radiography is similar to medical X-ray radiography, but instead of using an electrically powered X generator to create image, a radioactive source produced gamma ray is used. يا دكتور في طلاب بس هكين بعيد فأتمنى ننهي المحاضرة قريب إن شاء الله حبيبي. طيب الإيميجينج أور جاوجينج أنت ساكن وين؟ أنت مش عندك مستشفى الساعة واحدة؟ أنا ليدر الدفعة في بعض الطلاب يقولون نبغى المحاضرة تخلص بدري نبغى نحرك ونلبس. البس وأنت قاعد تحضرها في النهاية ما في واحد شايفك يعني. يا دكتور ممكن دكتور اقول للطلاب مشكله انا بوقف هنا نلتقيكم يوم الخميس الساعه 1 ممكن دكتور اقول للطلاب يحضروا عندي في واتساب انا احضرهم احضرهم عندك ونلتقيكم يوم الخميس الساعه 1 بنتمن لكم باقي السيشن الاربعه وخمسه اوكي تمام طيب يا شباب اللي ما حضر يدخل يحضر الان بالله يا دكتور نقدر نخلصها بكره